السلام عليكم. عليكم السلام. حجي حدثنا عن هذا السوق. هذا السوق قديم جدا. هو أصلا مو هذا السوق، السوق الحبال كان سابقا يسموه سوق الحصران، كان بالبصرة القديمة يم المحكمة القديمة. نعم. قبل هناك سوق هو يسموه سوق الحصران، سوق الحبال، وهذا قديم منذ القدم، يعني أكثر من 200 سنة تقريبا صار هذا السوق. وكان هنا سابقا اللنجات الهندية والباكستانية تنزل هذا الحبال، الكمبار والجنب وبعض القضايا الأشباك والهذا. وهذا كان سوق رائج وقوي جدا، وتجارة بيه كبيرة جدا، وناس كانت تستورد من البرتغال. قبل البرتغال مشهورة، هي الدولة المشهورة اللي تستعمل تقريبا أكثر دول إفريقيا، ويجيبون حبل السيزال والجنب، وهنا تجار كثيرين. وهنا كان سابقا هنا التصريف هم، يعني ويا الأهل الحبال يبيعوا الحبال والجنب والعلاليق والسلالي والكذا. هنا كانوا صرافين أكثرهم يهود، كانوا نعم. مشهورين اليهود هنا، مشهورين. وهنا هي آخر وحدة منذ السقوط، هنا مرة يهودية اجوا شسمه هذول الدولة اليهودية، واجت خذتها يعني رجعتها لإسرائيل يعني. مشهورة هي هاي هم المنطقة. كان هنا شركة غازي وشركة جمهوري الجيجاير، وكان بيت المحافظ سابقا هنا بالركن، سابقا أيام قبل يعني السابقين، يعني اللي صار له تقريبا 60-70 سنة، أكثر 80 سنة. حديث صار له قد بالسوق انت هنا؟ هنا بالضبط تقريبا أكثر من 50 سنة، 55 سنة صار. أكثر اهتمام هذا السوق مع لا لا، هي موضوع الدولة ما اهتمام به، برغم انه هذا سوق تراثي وله فد أهمية، وهذا والأجانب كل الأجانب الزورة يعني. كانت البواخر هنا ترسو يعني قريبة للقمرك مع البصرة، هنا كان القمرك هنا ترسو. شوف الأجانب متروسين هنا يسوقون هاي بعض القضايا التراثية تسوقها. حديث صار لك جد بالسوق هنا؟ أنا صار لي تقريبا 30 سنة. يعني حدثني عن هذا السوق. والله هذا السوق قديم يعني تراثي. نعم. من زمن اليهود هذا المبني، وهاي تشوف بيه حبال وشبك وسنارات مال صيد. قبل هم كانوا يجون يعني من دول الخارج يسوون؟ اي نعم، كانوا يعني من دول الخليج، خاصة الخليج كانوا يجون هنا ياخذون شبك، ياخذون حبال. هسه بعد ما هسه لا ماكو، هسه حاليا ماكو، هسه بعد ما حتى الصيد قل، هسه مو مثل القبل، مو مثل القبل، اي مو مثل القبل، يتغير. صار لك جد ما بالسوق؟ تقريبا من 2005. شنو شغلك هنا؟ خياطة سواد. نعم. يعني من اكتسبتها هاي؟ والله تعلمتها من عمي. ايه. لان احنا هنا قدامه بالسوق ابن عم زيد. بالضبط. يعني سابقا كنا نشتغل شبك، بعد ذلك حولناها الى توادر، يعني حسب الوقت يعني. يعني توادر بصورة عامة، ما مختصر. لا لا لا، توادر بصورة عامة. زين، شلون اشوف السوق يعني حركة السوق؟ والله حاليا فترة فتور. تعرف احنا فترة محرم كان عندنا تجهيز مع المواكب، هاي التوادر مع المواكب. بالضبط. بس هسه فترة فتور يعني. يعني يعني السوق، اهتمام بالسوق، اهتمام بالسوق. لا ما في اهتمام، لانه هذا يعتبر قطاع خاص يعني، مو عن قطاع يعني قصدي مدني، مو تابع للدوله. لو تابع للدوله يصير به تطوير، بس هو يعني شخصي يعني. الناس ما يطولون، كل من يطول ذاته يطول نفسه. انت هنا شنو تبيع؟ والله حبال ما صيد شغلات. نعم. سنارات وخيوط. صار لك ايش قد انت هنا؟ صاير لي تقريبا 7 سنوات. يعني عادة دني الأحبال مين صناعات فين كذا؟ هو أكثر شيء يصير الصين. صين؟ اي. بعد شنو أكو غير مثلا؟ أكو إيراني. ايه. عندنا اي. شلون نشوف السوق، حركة السوق؟ والله هالأيام كلش تعبان السوق. ايه. احنا خاصة هنا سوقنا كلش تعبان. بالضبط. زين، الأحبال دني مختصات بشنو؟ بصيد لو بصورة عامة لو يعني مثلا شنو يجون ياخذون معدك؟ يعني أشكال، هو حبل كل شيء يشتغل، بس أكثر شيء صيد يعني. عندنا خيوط مال نساء ياخذون يحوك الليف. إيه يسوون الليف يشتغلون.